طبعا السلام عليكم، انا بشير من منظمه ام بي من عالم نشر السلام. اليوم نتكلم عن احد القصص اللي واجهتنا مخيم جدعه 5. قصه جانا اتصال من موظفه الخدمه من منظمتنا، فكلمتنا انه اكو احد النساء في باب المخيم وممنوع انها تدخل للمخيم. فرحنا زرناها، عرفنا القصة كاملة عنها. هي كانت ساكنة بالمخيم، بعدين غادرت المخيم، عملت مغادرة مع أخوها. هي يعني من منطقة قريبة على الحدود العراقية السورية، فكان أخوها مو زين وياها، حاول أنه يزوجها مرة ثانية ويطرد الأطفال يتركهم بغير مكان. هي هربت من بيت أخوها، توجهت إلى مخيم جدعة 5، حاولت تدخل ما قدرت تدخل، منعوها القوات الأمنية المتواجدة ومنعتها وزارة الهجرة والمهجرين. فإحنا بحكم علاقاتنا الواسعة بالمنطقة الضباط الموجودين عن حماية المخيم، رحنا زرنا وزارة الهجرة والمهجرين، قالوا احنا ماكو مشكلة بس اذا الشرطة يكونون موافقين. بعدين مرة ثانية رحنا للشرطة، قالوا احنا ماكو مشكلة اذا تدخل للمخيم بس يكون الهجرة موافقين. صارت يعني شوية اي شخص يريد يهرب من المسؤولية، خلنا نقول الهجرة والشرطة ما يريدون يتحمل المسؤولية، لأنه كانت قرارات جديدة أنه ما حد يدخل. عملنا تنسيق وزيارة مرافقة معها إلى مديرية شرطة الغيارة، علما أن المرأة كانت لا تملك هويات مستمسكات ثبوتية لأولادها. فمن خلال تنسيقاتنا والثقة الموجودة بيننا وبين الضباط بالمديرية، هم اتصلوا بقائد عمليات، اتصلوا بالهجرة، وقدرنا احنا نتصل ونحصل الموافقة والمرأة دخلت للمخيم، والحمد لله والشكر.